أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ليلة العاشر عندما كان الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه وأنصاره وإخوته من أبيه كأبي الفضل العباس عليه السلام وإخوته جعفر وعون، الإمام الحسين عليه السلام طلب من الأصحاب من النصارى أن يرجعوا إلى أهلهم فرفضوا. قالوا يا ابن رسول الله ماذا نقول لجدك يوم القيامة، تركنا حسينا وحيدا فريدا. وإذا أثناء هذا الكلام المحاورة والحديث مع الإمام الحسين وإذا بشمر اللعين يأتي وينادي أين ابن أختنا العباس وأخوته. يقول الإمام الحسين قال لأبي الفضل العباس أجب أخي يا عباس أجب الرجل. قال لا أريد أن أجيب أو أتكلم مع هذا فاسق، والفاسق لا أتكلم معه. فطلب من الحسين عليه السلام بأن يتكلم مع الشيخ، قال عسى وأن جاء بخبر. فذهب أبو الفضل العباس عليه السلام إلى الشمر فقال يا شمر ماذا تريد؟ قال لقد جئت لكم بالأمان من ابن زياد وهذا هو الكتاب. قال وللحسين؟ قال لا. قال ابن بنت رسول الله أو ابن رسول الله له الأمان، لنا الأمان، وابن فاطمة بنت رسول الله ما ليس لها الأمان. قبحك الله يا شم. فأخذ بسيف أبي الفضل العباس فولى هذا هاربا الشم. يقول أثناء رجوع العباس إلى الحسين إلى مخيم الحسين عليه السلام وإذا بالعقيلة زينب من خيمتها تنادي أخي أخي يا عباس قف قف هنيئا. يقول وقف العباس نادته العاقلة زينب خويا يا أبو فاضل ريض لي على هونك والله على هونك يشعدهم أعداكم ويندهونك اي والله وبأمرة الجيش يواعدونك قلها يا زينب جيت تظنين انا عوفا عضيد الحسين والله هيهات انا لبدي رقبتي دون الحسين. هنا زينب عندما سمعت هذا الكلام من ابا الفضل العباس قالت له اقعد اخي يا عباس ارد اسولف لك. فقد طاب الحديث، جلس العباس مع العقيلة زينب سلام الله عليها. والذكرى بيوم اللي عندما اراد امير المؤمنين عليه السلام يتزوج من ام العباس فأرسل أخوه عقيل تقول له أخويا يا أبو فاضل أخويا يا أبو فاضل أرد أسولف لك عودك ليش راد أمك أو عن نسل الطيب حرة أبونا من نشد عمك والله أنت غايت منها أو هالنايبة ضمك تقول لأخويا يا أبو فاضل يا أبو فاضل أنا خايفة لا تقول مدري والله أنا خايفة لا تقول مدري والله يا عباس يا صيوان خدري اختاب وقال يا زينب شن هالخيل وتهمك والله لا خلي جموحة طشار وخلي كربلة بتذكار وخلي نجيل نجيل ما ينسى هاي عملتها. ماذا نقول لمولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ زينب تخاطب أمها عندما استشهد الأصحاب الأنصار علي الأكبر القاسم أبا الفضل العباس الحسين. وقفت العقيلة زينب دارت وجهها إلى
إلى المدينة تقولها يما تعالي والله تعالي يا محسلية تعالي والله تعالي تعالي يا محسلية تعالي تقولها يما مو بعيدة والله مو بعيدة أنا شفت حسين من حزة وريدة نعم هنا نقول لمولاتنا الزهراء أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده أي وأجريت دمع العين أي أنت الوجناتي تقول له من الوالد يا حسين والله من الوالد يا حسين يا ابني ويا من ريت ذباحك ذبحني اي والله من الوالد يا حسين يا ابني او يا من ريا ذباحك ذبحني والله يبكي على ابني والله لهفايان ودور عزبني وين ما كان وين على اللي لعبت على صدر الخيل ميدان على صدر الخيايا يا الميدان إنا لله وإنا إليه راجعون أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.